فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه سائلة تقول: ما حكم من بقيت لها أيام لم تقضها من رمضان السابق ودخل عليها رمضان بسبب تفريط منها، ماذا عليها؟ نعم، يجب عليها أمران: يجب عليها القضاء، ويجب عليها الإطعام عن كل يوم مسكين مقدار 1.5 كيلو عن كل يوم عن التأخير. نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.